اليوم الأحد تحتفل الطوائف المسيحية في سوريا التي تتبع التقويم الشرقي بأحد الشعانين بالصلوات والتراتيل والقداديس بالكنائس، معلنة تباشير المحبة والسلام، مؤكدة على الخير للوطن وأهله. الزميلة نادين ديوب معنا رح تكون من كنيسة مار اندراوس لحتى ننقل بعض الصلوات والقداديس بأحد الشعانين. يسعد صباحك يا نادين. يسعد صباحكم. صباح الخير. اليوم نحن بأحد الشعنانين بأحدى كنائس اللاذقية عم تحتفل الطوائف المسيحية اللي عم تتبع التقويم الشرقي بأحد الشعنانين، يعني عم نشوف اليوم بهيدي الوقائع الصلوات التراتيل والقداديس طبعا للاحتفال بذكرى دخول السيد المسيح إلى القدس. طبعا عم نشوف نحن بعدسة زميلي المصور يوسف صقر أجواء هذا الاحتفال من أحد الكنائس. كما ذكرنا تقام الصلوات الآن والتراتيل والقداديس احتفاء بهذا اليوم. أكيد أمنيات كثيرة وآمال كثيرة متعلقة بأمل مستقبل قادم بإذن الله بسوريا الغالية وما مر على بلادنا. رح أحاول قدر الإمكان يعني أن نأخذ آمال ومعايدات الناس الموجودة ضمن الكنيسة. يسعد صباح. صباح كل عام وأنت بألف خير. وأنت بألف خير يا أكيد رب. الآمال والأمنيات كثيرة اليوم بأحد الشعانين. كل عام وأنت بألف خير. شو بتتمني؟ شو بتحبي تخبرينا بهيدا؟ حقيقة كتير حلو دخول السيد المسيح لأورشليم بهذا اليوم، وإن شاء الله بيحمل السلام والخير والمحبة لجميع الناس، وعقبال كل سنة تضلوا بألف خير يا رب. كل عام وأنتم بألف خير. أيضا كل عام وأنتم بخير. أنت بألف خير. كيف عم بتكون أجواء اليوم الصلوات والقداديس؟ الأمنيات أكيد كتيرة. أكيد أكيد الأمنيات كتيرة والأجواء يعني أكيد كل سنة بنعيد وبنفس الفرحة وبنفس البهجة أكيد. إن شاء الله كل عام وأنتم بألف خير. كل عام وأنتم بألف خير. أهلين. أمنياتك اليوم كل عام وانت بألف خير أكيد. أيضا بدنا نقول كل عام وانت بخير. انت بألف خير. أمنياتك اليوم إن شاء الله كل سنة وانت بألف خير. نعاد على الكل مشانينا مباركة لكل الشعب ونعاد عليكم إن شاء الله. يعطيك ألف عافية. انت بألف خير يا رب. ينعاد عليكم. كل عام وانت بخير. بخير. أمنياتك اليوم بهيدا العيد انت بخير اكيد. طبعا عم نشوف نحن اكيد الاجواء يعني اثناء الصلاه والتراتيل والقداديس، ولو نحن عم ناخذ يعني من وقت الناس، لكن امنيات كثيره كما هون. يعطيك العافيه. الله يعافيك. كل عام وانت بألف خير. وانت بخير. ينعاد بالخير على الجميع ان شاء الله والوطن العربي بشكل خاص. كل عام وانت بألف خير. كل سنه وانت سالمه يا عبال 100 سنه والالاف السنين. الله يا رب ينعاد عليكم بألف خير. يعني عم نشوف نحن اليوم الناس وكل عام وانتم بخير. استاذ نزيه اليوم نحن يعطيك العافيه. كل عام وانتم بخير. بخير حبيبي. ينعاد عليكم وعلى الوطن العربي وعلى الرئيس بألف خير يا رب. وانت بألف خير يا رب. ينعاد عليكم بالخير. يعني عم نشوف نحن بعدسه زميلي المصور يوسف الاجواء اليوم باحياء هذه الذكرى باحياء احد الشعانين. اكيد كما ذكرنا الامنيات كثيره. رح احاول قدر الامكان ايضا اخذ معايداتي من الناس وامنياتهم. كل عام وانت بخير. انت بخير. امنياتك اليوم وامالك شو بتقولي بعيد احد الشعانين؟ يعم السلام على البلد وعلى سوريا ويكون الجميع بخير. كل عام وانت بخير. وانت بخير. ايضا امنياتك وامالك؟ أتمنى يعيد السلام للبلد وأتمنى أن يكون رئيسنا وكنيستنا بخير وسلام إن شاء الله يا رب. نعاد عليكم بألف خير. أيضا كل عام وانتم بخير. وانتم بخير يا رب. أمنياتكم وآمالكم اليوم؟ كلياتنا أمانينا أنه يعود السلام على الأرض ان شاء الله. اكيد بنتمنى يعني مثل ما عم نشوف زملاء يمكن نحن هون رح يكون وقتنا قصير ضمن يعني الصلاه. حاولنا ولو بقدر بسيط ان ننقل هذه الوقائع. رح اترك الصوت والصوره مع زميلي يوسف صقر وكل عام وانتم بالف خير. شغل المايك.